بعد احتفاله بشعار القوس والسهم، رد فعل غير متوقع من ليفربول بعد احتفال مو صلاح. فاجئ نادي ليفربول الانجليزي جماهيره بقرار جديد بعد احتفال الفرعون المصري مو صلاح بشعار القوس والسهم بعد تسجيله هدف في شباك إبسويتش تاون. فيا ترى ايه القرار الجديد اللي اخده ليفربول بعد احتفال صلاح؟ الموضوع بدا بتالق صلاح في مباراه الريدز على نظيره إبسويتش تاون في اول مباريات ليفربول في بطوله الدوري الانجليزي الممتاز، فقدر الريدز يفوز على منافسه بهدفين، فسجل صلاح الهدف الثاني وبقى اكتر لاعب سجل اهداف في تاريخ المباريات الافتتاحيه في الدوري الانجليزي، ويقرر يحتفل بطريقه غريبه وجديده. وفجاه صلاح وبعد تسجيله الهدف وقدام العالم كله عمل شعار القوس والسهم وكانه بيلعب رمايه او بيرمي سهم في الجو، وخلال دقائق اتحول احتفال مو صلاح للترند على السوشيال ميديا في العالم كله، وجماهير ليفربول كلها ما بقاش عندهم سيره غير احتفال مو صلاح بالقوس والسهم. واحتفال صلاح خلى نادي ليفربول يقرر يغير الشعار بتاعه، وفعلا غير صورة الغلاف بتاع النادي على السوشيال ميديا لشعار النادي بس بالقوس والسهم، وده نفس الشعار اللي احتفل بيه مو صلاح بعد تسجيله الهدف، وبقى الاحتفال ده هو شعار ليفربول الجديد. وبدأ الجمهور الكروي كله يتكلم عن حرفنة الفرعون المصري وازاي بقى محبوب من جماهير ليفربول كلهم. فكتب متابع عن انجازات مو صلاح مع الريدز: في حد كان يقدر يتخيل ان لاعب مصري يلعب 8 مواسم متتالية في ليفربول؟ طب حد كان يقدر يتخيل ان لاعب مصري يكون واحد من ضمن الهدافين التاريخيين لاعظم دوري في العالم الدوري الانجليزي؟ اهو محمد صلاح خلاك تعيش الواقع ده عادي، كسر شوكة عقدة الخواجة وقالك ان المصريين عادي يقدروا يبقوا من انجح الناس في العالم. انت عارف يعني ايه محمد صلاح؟ انت عارف يعني ايه محمد صلاح؟ سجل 9 اهداف في خلال 8 مواسم متتالية في اول مباراة في الموسم في البريمير ليج، واصبح اللاعب الوحيد في تاريخ البريمير ليج اللي قدر يعمل ده. المبهر كمان ان صلاح كسر ارقام اساطير زي شيرر وروني ولامبارد وانفرد بالرقم القياسي لوحده. حد متخيل العظمه؟ محمد صلاح شخص مجتهد الى اقصى درجه وشغال على نفسه باستمرار، نموذج عظيم للنجاح، شخص ملهم قادر دايما يجدد من دوافعه. محمد صلاح هو فخر العرب من الاخر، انجح لاعب عربي وافريقي في تاريخ كره القدم. كل الفخر يا صلاح. كمان الصحف الانجليزيه توقعت ان الطريقه اللي احتفل بيها صلاح القصد منها هو صيد الارقام القياسيه، خاصه ان صلاح بقى اكتر لاعب سجل اهداف في تاريخ المباريات الافتتاحيه في الدوري الانجليزي. فيا ترى مو صلاح هيختار طريقه جديده يحتفل بيها كل مره، ولا خلاص دي هتبقى طريقه الاحتفال الرسميه بتاعته؟